بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. هذا الباب في بيان أفضل صيام التطوع وأفضل الصلاة النافلة، أفضل صيام التطوع وأفضل صلاة النافلة. نعم. صلى الله عليك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكان عبد الله حريصا على العبادة، كان حريصا على العبادة، فحمله حرصه على العبادة والتزود من الخير أنه قال: والله لا أصومن ولا أفطر ولا أصلين ولا أنام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بأمته، لا يحب لهم المشقة. فسأله: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. قال له صلى الله عليه وسلم: صلي ونم وصم وأفطر، يعني لا تجعل دهرك كله صيام، ولا تجعل ليلك كله قيام، فإن ذلك يشق، فإن ذلك يشق عليك. فالتشدد في العبادة فيه محاذير: أولاً أنه يشق على النفس، الله جل وعلا لا يرضى لنا بالمشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين دين اليسر والسهولة. ثانياً أن التشدد في العبادة يحمل على تركها، فإن الإنسان بشر، إذا شدد على نفسه ملت وتركت العبادة، أما إذا توسط فإن ذلك أدعى للاستمرار، أدعى للاستمرار في العبادة. وثالثاً أن هذا مخالف للسنة، مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر. فقال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك، إني أطيق أكثر من ذلك.
فقال صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله، كل يوم يعادل في الفضيلة 10 أيام، فإذا صام 3 أيام كأنما صام الدهر كله، فحصل له الأجر وانتفت عنه المشقة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، أكثر من 3 أيام من كل شهر. قال له صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، كل دهرك تصوم يوم وتفطر يوم، فإن هذا صيام داود عليه السلام، فإن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فقال: صم يوما وافطر يوما، يعني يكون يصوم نصف الدهر، بدل ان يصوم الدهر كله فانه يصوم نصفه ويفطر في نصفه. هذا صيام داود عليه السلام. وداود هو نبي الله الذي آتاه الله الملك والنبوة، فهو ملك ونبي، وكان معتدلا في العبادة عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل الأول حتى ينشط على القيام. الله جل وعلا يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وناشئة الليل هي القيام بعد نوم من أجل أن يأخذ الإنسان راحته. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه الأوسط، ثلثه بعد النصف، وهذا الثلث الذي بعد النصف يجمع بين جوف الليل وبين السحر، يجمع بين جوف الليل وسط الليل ويجمع بين السحر، المستغفرين بالأسحار، ينزل وقت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. فاختيار داود عليه السلام لهذا الجمع بين هاتين الفضيلتين، جوف الليل وآخر الليل وقت النزول الإلهي، ثم ينام سدسه، ينام بعد القيام من أجل أن يستجم بعد القيام ويستعد لصلاة الفجر على نشاط. أما لو واصل القيام ثم صلى الفجر يكون هذا تعب، فكان يفصل بين قيام الليل وصلاة الصبح بأن ينام السدس الباقي. هذا قيام داود عليه السلام. وداود من أنبياء بني إسرائيل، وهو ملك ونبي، وآتاه الله الزبور وحسن الصوت، فكان إذا ترنم بالزبور فإن الجبال تردد معه وتؤوب معه من حسن صوته، والطير أيضا تجتمع لسماع صوته وتردد معه: يا جبال أوبي معه والطير، وذلك لحسن صوته بالزبور والأدعية التي يدعو بها ربه عز وجل. وكان هذا من ناحية الصيام. من ناحية الصلاة كذلك كان معتدلا، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويجتمع في هذا مصالح عظيمة، منها سهولة العبادة، يستريح قبلها ويستريح بعدها، ثم يقوم لصلاة الصبح، ويصادف وقت الفضيلة من الليل، فهذا أفضل شيء من قيام الليل لمن وفقه الله. فقال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من قيام داود ومن صلاة داود عليه الصلاة والسلام.
فهذا الحديث يؤخذ منه فوائد عظيمة. أولا أن العالم يوجه الناس لا سيما الحريصين على الخير، يوجههم إلى الطريق الأمثل والأحسن. ثانيا الحديث فيه أن الإنسان يعتدل في العبادة، لا يشق على نفسه ولا يترك العبادة يعني النافلة، لا يترك النوافل نهائيا ولا يتشدد فيها، وإنما يعتدل، فإن ذلك أدعى للاستمرار وعدم الملال. ولأن الإنسان تعرض له أحوال من مرض أو غيره فيحتاج إلى الرفق، ويحتاج إلى، فإذا كان معتدلا فإن هذا يحمله على الاستمرار في العبادة. ثالثا فيه الاقتداء بالأنبياء السابقين، فإن هذا فيه اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالقدوة تكون بالأنبياء ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير قدوة للناس في العبادة، وليس هناك شيء أفضل من عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن يريد الخير إنه يقتدي بالأنبياء، وهذا خير وأفضل من أن الإنسان يخترع لنفسه طريقة يراها حسنة وهي مخالفة لما عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، هذا كالحديث الذي قبله أن أفضل الصلاة يعني صلاة النافلة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يجزئ الليل هذه التجزئة ليجتمع له راحة البدن والنشاط في العبادة، ويجتمع له أيضا إدراك الساعات الفاضلة من الليل، إدراك الساعات الفاضلة من الليل، هذا في الصلاة، صلاة النافلة. وفي الصيام كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم نصف الدهر ويفطر نصفه، فيحصل بذلك فعل الطاعة وراحة البدن، وهذا هو خير العبادتين، صلاة الليل وصيام التطوع. وداود عليه السلام أيضا من صفاته أنه يعمل بيده، شوف ملك وعنده الخزائن ولكنه يعمل بيده ويأكل من يده، من كسب يده، لأن الله ألان له الحديد، فكان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها، كان يأكل من كسب يده، ففيه فضل الأكل من كسب اليد، وأنه أطيب أنواع الكسب، أطيب أنواع الأكل أن يأكل الإنسان من كسب يده. نعم. الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويؤخذ من الحديثين النهي عن الغلو، النهي عن الغلو في العبادة، في الصيام أو في الصلاة، وأن المطلوب الاعتدال بين الإفراط والتفريط، وأن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سنتهم الاعتدال بين الإفراط
والتفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. سنة الأنبياء هي الاعتدال بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتشدد وبين التساهل، فالمسلم يكون معتدلا في عباداته. الفرائض لا بد من أدائها، والنوافل يكون الإنسان معتدلا فيها. والفرائض والحمد لله هي على الاعتدال، الفرائض على الاعتدال، والنوافل يعتدل الإنسان فيها، فلا يتركها نهائيا ولا يبالغ ويجهد نفسه فيها، بل يعتدل. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالقليل إذا داوم عليه الإنسان أفضل من الكثير الذي يتركه وينقطع عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي الجليل راوية الإسلام الذي حفظ السنة، حفظ الأحاديث الكثيرة، فهو صحابي جليل وحافظ من حفاظ الأحاديث، أكثر الصحابة حفظاً، وأكثر الصحابة حفظاً إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه قد يكون مثله أو قريباً منه في حفظ الأحاديث. قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليل مأخوذ من الخلة وهي المحبة، أوصاني خليلي أي حبيبي، والخلة هي أنواع أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات أعلاها الخلة، سميت بذلك لأنها تتخلل القلب، لأنها تتخلل القلب، ولهذا يقول الشاعر: تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فقوله خليلي أي حبيبي الذي أحبه أشد المحبة. وهكذا يجب على كل مسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى درجات المحبة، أن يقدم محبته على محبة نفسه، وعلى محبة والديه، وعلى محبة أولاده، وعلى محبة الناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا، وأكثر مما نحب أولادنا، وأكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا، وأكثر مما نحب الناس. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشك فيه مسلم. ولكن الغلو ليس معنى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نبتدع شيئاً في حقه لم يشرعه لنا، فليس من محبة الرسول أن نحدث الموالد ونقول هذه محبة للرسول، هذه يبغضها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن البدع ومحدثات الأمور، فهو يبغض البدع عليه الصلاة والسلام، فكيف تزعم أنك تحبه وأنت تخالفه وتبتدع البدع؟ ولهذا يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. علامة المحبة الصادقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع في الدين. فليس من محبته أننا نحدث شيئا في حقه صلى الله عليه وسلم ونقول هذا من محبته، كإحداث الاحتفال بالمولد الذي أحدثه المبتدعة، وكذلك الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، الغلو في حقه حتى يجعل له شيء من حق الله، هذا ليس من المحبة، هذا من البغضة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء معناه الزيادة في المدح،
إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فلا يغلى في حقه صلى الله عليه وسلم حتى يعطى شيئا من الألوهية والعبادة ويدعى من دون الله أو يستغاث به بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يتنافى مع المحبة. المحبة الصادقة هي التي تقتضي الاتباع والاقتصار على السنة وترك البدعة، أما الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم فهذا مخالف لمحبته صلى الله عليه وسلم، فينبغي التنبه لهذا، لأن أصحاب البدع الذين يبتدعون في حقه صلى الله عليه وسلم يقولون نحن نحبه، يعملون المولد يقولون هذا محبة للرسول، يدعون الرسول ويستغيثون به ويصفونه بأوصاف نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الغلو. الرسول له حق والله له حق، فلا يخلط بين حق الله وحق الرسول. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفريق، من غير لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفريق، من غير لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفصيل ولا فرقان، من غير تفصيل ولا فرقان. يجب الفرق بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله حقه العبادة وحده لا شريك له، والرسول حقه الاتباع والاقتداء، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يعطى الرسول حق الله فهذا شرك بالله عز وجل، لا يرضاه رسول من الرسل، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا معنى الخلة، معناها المحبة. وأبو هريرة يقول: أوصاني خليلي، أي حبيبي الذي أحبه أشد المحبة وأعلاها. فإن قلت: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلماذا أبو هريرة يقول خليلي رسول الله؟ قلنا هناك فرق بين أن الرسول يتخذ خليل أو أن الصحابي يتخذ الرسول خليلا، فرق بين أن الرسول يتخذ خليلا من أصحابه وبين أن الصحابي يتخذ الرسول خليلا، بينهما فرق. والحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أصحابه مع أنه يحبهم أشد الحب، لا سيما أبا بكر إنه يحبه أكثر من غيره، لكن لم يتخذه خليلا، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أن يكون الله خليله وغيره من الخلق خليل، لا تقبل الاشتراك، ما يكون الخليل إلا واحدا. هذا وجه كون الله، كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من صحابته، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك. ولكن المحبة غير الخلة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. الرسول يحب أصحابه، يحب أبا بكر، يحب أصحابه لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان، ويحب عائشة ويحب خديجة ويحب أصحابه على وجه العموم، ويحب بعضهم على وجه الخصوص. فالمحبة ليس فيها مانع، أما الخلة لا، الخلة لا تقبل الاشتراك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أصحابه لأجل يخلص الخلة، لأجل أن يخلص الخلة لله عز وجل. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر
قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتين من الضحى ثلاث. الأولى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا فيه فضل صيام ثلاثة الأيام من كل شهر كما سبق حديث عبد الله بن عمر، وأن كل يوم يعادل في الفضيلة عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فإنه كمن صام الشهر كله، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام السنة كلها الفضيلة. هذه واحدة، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الثانية أن أوتر قبل أن أنام. الوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لا في حضر ولا في سفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وكان يوصي بالوتر ويقول: أو إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فالوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لا في حضر ولا في سفر، وأقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 13 ركعة أو 11 ركعة، هذا أكثر الوتر، وهذا وتره صلى الله عليه وسلم. وأن أوتر قبل أن أنام، وقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر، من بعد صلاة العشاء وسنتها إلى أن يطلع الفجر، كل هذا وقت للوتر. ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. لكن الأفضل لمن يثق من قيامه آخر الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ويصلي ما تيسر له من التهجد، ثم يختم صلاته بالوتر، قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما من لا يثق بقيامه فإنه يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام لئلا ينام عن الوتر، يوتر قبل أن ينام. وبهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، لأن أبا هريرة كان يسهر الليل، كان يسهر على حفظ الحديث، كان رضي الله عنه يسهر على حفظ الحديث، حفظ السنة، وكان إذا نام من آخر الليل لا يقوم إلا لصلاة الفجر، فلذلك أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام محافظة على الوتر. فالذي لا يثق من قيامه آخر الليل يوتر قبل النوم، وإن قدر أنه يقوم آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، لا يكرر الوتر، يكتفي بالوتر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة، يكفي بالوتر الأول. هذه مسألة. المسألة الثالثة، أوصاه بركعتي الضحى. سنة الضحى أو صلاة الضحى سنة مؤكدة، صلاة الضحى سنة مؤكدة، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس عند الظهيرة، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما تأخرت أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تقع الحرارة على الأرض عند نهاية الضحى، فإن الأرض تصيبها أشعة الشمس تكون حارة، فإذا أخر صلاة الضحى إلى هذا الوقت يكون أفضل. وأقل صلاة الضحى ركعتان كما في هذا الحديث، أقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل بيت أم هاني بنت أبي طالب بنت عمه، دخل بيتها وصلى ثمان ركعات سبحة الضحى، أي صلاة الضحى، فدل على أن أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. أحسن الله إليك.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو بعده. نعم، هذان الحديثان فيهما النهي عن صوم يوم الجمعة. الحديث الأول فيه النهي عن صوم يوم الجمعة، والحديث الثاني فيه بيان أن المراد بالنهي إفراد يوم الجمعة، أما إذا صامه مع غيره فلا بأس، المنهي عنه هو إفراد يوم الجمعة، أما إذا صامه مع غيره، لأن صام يوماً قبله أو يوماً بعده أو مر يوم الجمعة في صيام كان يصومه فلا بأس بذلك، وذلك لأن يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، ويوم صلاة الجمعة، اجتماع الناس، وأيضاً فيه النهي عن التشبه باليهود الذين يعظمون يوم السبت، يعظمون يوم السبت ويصومونه، فالمسلمون لا يصومون يوم الجمعة على انفراد، أما إذا صاموه مع غيره زال المحذور وخالفوا اليهود لأنهم يخصون يوم عبادتهم بالصيام. نعم، والنهي للكراهة، النهي عن صوم يوم الجمعة للكراهة وليس للتحريم. نعم. صلى الله عليه. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال. نعم. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. نعم. واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. نعم، الأيام المنهي عن صيامها أولا الجمعة، أخذنا الحديث فيه، أولا إفراد الجمعة هذا منهي عنه، ثانيا يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فيحرم صوم يوم العيدين لأنهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صوم يوم العيدين، وكذلك يحرم صيام أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنها أيضا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تصام إلا أنها تصام عن دم المتعة والقران، الحاج المتمتع أو الحاج القارن يجب عليه الهدي، فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجع، فإذا فاته صيامها قبل يوم العيد، قبل يوم عيد النحر، الأفضل أن يصومها قبل يوم العيد، أن يصومها في أيام العشر أو قبله إذا أحرم بالحج، إذا أحرم بالعمرة أو بالحج مع القران، فإنه يبدأ الصيام إلى أن يأتي عيد النحر فلا يصوم في يوم العيد، فإذا فاته أن يصومها قبل يوم عيد النحر يصومها في أيام التشريق لأن ثلاثة أيام في الحج، وتقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، فإذا عجز عن الفدية للتمتع أو للقران وفاتت الأيام قبل يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق ليدرك الثلاثة التي في الحج، وأما غيرها فلا تصام أيام التشريق. نعم. صلى الله عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر،
نعم، لأنه يوم النحر يأكل من أضحيته، يأكل من أضحيته، كلوا منها، إذا صام لم يحصل الأكل منها. وفي يوم الفطر أنه يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، يظهر الفطر لئلا يظن الناس، إن رمضان لم ينتهي أو أن هذا تابع لرمضان، فيظهر الفطر. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصم، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. هذه أربعة أشياء، الشيء الأول، نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا عرفنا. الثانية اشتمال الصم. اشتمال الصم، ما هو اشتمال الصم؟ المراد بذلك على تفسيرين، تفسير أهل اللغة وتفسير الفقهاء. فأهل اللغة فسروا اشتمال الصم في أن الإنسان يلتحف بالثوب الواحد ولا يخرج يديه، ويكون مثل الصخرة الصماء، ليس لها مدخل وليس لها، فمنهي عن ذلك، لأن الإنسان يحتاج إلى العمل بيديه، والأخذ والإعطاء، فيجعل يديه ظاهرتين، فإذا لفهما بالثوب فإن ذلك يمنعه من الحركة والعمل. هذا تفسير أهل اللغة. وأما تفسير الفقهاء، اشتمال الصم يقولون إنه يلبس الثوب الواحد، يلف الثوب الواحد على جسمه ويجعل بعضه على عاتقه، وهو ما يسمى بالاطباع، يجعل بعضه على عاتقه ويجعل العاتق الآخر مكشوفاً، هذا معنى اشتمال الصم. والعلة في ذلك أنه تنكشف عورته، لأن الجانب الذي يرفعه على عاتقه يحصل بذلك أن الثوب يكون مرتفعاً وقصيراً فتبدو عورته. هذا تفسير أهل الفقه، أن يضطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره، والعلة أن هذا مظنة انكشاف العورة. وتفسير الفقهاء يقولون تفسير الفقهاء أخص من تفسير أهل اللغة، وهم أدرى بمقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة، فتفسيرهم أرجح، تفسير الفقهاء أرجح. والثالثة، نهى أن يحتبي بالثوب الواحد، يحتبي الرجل بالثوب الواحد، ومعناه الاحتباء معناه أن يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه، وهو ليس عليه إلا ثوب واحد تنكشف عورته. أما إذا كان عليه سراويل أو عليه إزار ثوب آخر لا مانع، لكن أن يحتبي وهو ليس عليه إلا ثوب واحد فهذا تنكشف عورته، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. والرابعة، نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. هذان وقتان منهي عن الصلاة النافلة، فيهما، فإذا صلى العصر فلا نافلة حتى تغرب الشمس، وإذا صلى الفجر فلا نافلة حتى ترتفع الشمس، لا تصلى النافلة في هذين الوقتين. أما لو أنه فاتته الفريضة يصليها في أي وقت، الفريضة تصلى في أي وقت، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا ذكر فريضة لم يصليها بعد الفجر يصليها، أو بعد العصر يصليها، إنما هذا في النافلة، النافلة هي التي لا تصلى
في هذين الوقتين، هذين الوقتين. نعم. صلى الله عليك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم، هذا الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله، ما المراد به؟ المراد به الجهاد. فالمجاهد الغازي إذا صام فله هذا الفضل، لأنه جمع بين جهاد النفس وجهاد العدو، جهاد النفس بالصيام وجهاد العدو بالسلاح، اجتمع له الجهادان. وقيل المراد بسبيل الله يعني لوجه الله، يعني يكون قصده في صيامه الإخلاص لله عز وجل، ولكن التفسير الأول هو الأظهر، أن المراد بسبيل الله الغزو. فالغازي إذا صام له هذا الفضل. وبعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، الخريف والسنة، العام يسمى خريفا أي 70 عاما، والخريف فصل من فصول السنة، سميت السنة به من تسمية الكل باسم الجزء، لأن السنة 4 فصول: فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف. السنة 4 فصول: فصل الخريف، والخريف هو الذي بعد فصل الصيف وقبل فصل الشتاء، هذا الفصل. وكل فصل 4 أشهر، كل فصل 4 أشهر، فإذا كل فصل 3 أشهر، كل فصل 3 أشهر، فإذا ضربت 3 في 4 كم تصير؟ 12 شهر، سنة، كل فصل 3 أشهر. فالمراد بالخريف هنا السنة، سميت باسم الفصل. وهذا الحديث فيه فضل الصيام، فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله. نعم، وأنه يبعد عن النار. نعم. باب ليلة القدر. ليلة القدر، والمصنف لا يزال يتكلم في صيام رمضان، لا يزال يتكلم في صيام رمضان، وليلة القدر في رمضان بلا شك. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فالله أنزل القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، بدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والمراد بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة القدر ابتداء النزول، فإن القرآن ابتدي إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، ثم تتابع نزوله بعد ذلك في 23 سنة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبداية الإنزال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، في شهر رمضان في ليلة القدر. وقوله أنزل فيه القرآن أو إنا أنزلناه، القرآن يطلق على بعضه وعلى كله، يطلق على السورة أنها قرآن، وعلى الآية أنها قرآن، ويطلق على الجميع، على جميع المصحف أنه قرآن، يطلق على الكل ويطلق على الجزء أنه قرآن. فقوله أنزلناه أي ابتدأ نزول القرآن في هذه الليلة، شرفها الله بإنزال القرآن فيها، وشرف بها رمضان، شرف بها رمضان. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا تعظيم، تفخيم لها. ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وألف الشهر تزيد على 80 سنة، فالعمل في هذه الليلة يعادل العمل في أكثر من 80 سنة لمن تقبله الله عز وجل. فهي ليلة عظيمة وليلة شريفة، وهي في رمضان، ولكن الله أخفاها في ليالي رمضان لأجل يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان، في كل ليالي رمضان،
فمن قام جميع ليالي رمضان فإنه أدرك ليلة القدر قطعا، فيجتمع له قيام ليلة القدر وقيام الشهر، يجتمع له الفضيلتان، فضيلة قيام الشهر وفضيلة قيام ليلة القدر. أما من قام بعض الليالي فلا يضمن، لا يضمن أنه أدرك ليلة القدر. فينبغي للمسلم أن يقوم شهر رمضان كله من أجل أن يحوز على الفضيلتين، فضيلة قيام الشهر وفضيلة قيام ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قلنا إن ليلة القدر تحتمل في كل ليالي الشهر لأن الله لم يبينها، وإنما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه التحري، تحري فقط، وأحرى ما تكون في العشر الأواخر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط، ثم إنه نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر واستمر على ذلك، لأن هذه العشر هي التي ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، والصحابة رأوها في المنام أنها في السبع الأواخر، السبع الأواخر من شهر رمضان، والمسألة لا تزال مسألة تحري. فبعض العلماء يقول إنها ليلة 21، بعضهم يقول إنها ليلة 23، بعضهم يقول إنها ليلة 27، وليلة 27 آكد، هي آكد الليالي لتحري ليلة القدر. فليلة القدر هي في رمضان قطعاً لا تخرج عنه، وهي في العشر الأواخر أحرى، وهي في ليلة 27 أحرى. فالمسألة كلها مسألة تحري، والذي يريد الخير يقوم ليالي الشهر كلها من أجل أن يضمن أنه أدرك ليلة القدر. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الأوتار يعني الوتر ضد الشفع، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه الأوتار. فأحرى ما تكون في الأوتار، هذه أحرى ما تكون، تحروها في الوتر يعني في الأوتار من الليالي. نعم. صلى الله عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباته أثر الماء والطين من صبح 21. نعم. هذا كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، ثم نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر. والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لأجل عبادة الله، ولا يخرج منه إلا للحاجة التي لا بد منها، من الوضوء أو قضاء الحاجة أو إحضار الطعام
ولكن يمضي أكثر وقته ليلا ونهارا في المسجد للعبادة، للصلاة ولتلاوة القرآن ولذكر الله عز وجل، ويتفرغ من أعمال الدنيا ويشتغل بالعبادة. هذا هو الاعتكاف، وهو عبادة عظيمة. الاعتكاف عبادة عظيمة. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف عبادة عظيمة في كل السنة، وفي رمضان أفضل، وفي العشر الأواخر منها أفضل. فهذا مما يرجح أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر، وقد أري الليلة ثم أنسيها صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة، أنسيها لحكمة من أجل أن يجتهد المسلمون في جميع الليالي ولا يقتصروا على ليلة واحدة. إذا اجتهدوا في الليالي حصل لهم أجرها وأجر ليلة القدر، يكون هذا أكثر أجرا. هذا الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم أنسيها. فالذي يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر أمران: الأول الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وقال: تحروها في العشر الأواخر. الأمر الثاني أنه قال: رأيتني أسجد في صبيحتي، يعني في صلاة الفجر، بماء وطين، بماء وطين. فلما كان ليلة 21، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عريش من السعف ومن الجذوع، كان عريشا، فلما أمطرت السماء نزل المطر إلى أرض المسجد، إلى أرض المسجد، وصار في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فكان يسجد عليه صلاة الفجر، ورأى الصحابة على جبهته صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين ليلة 21. هذا مما يرجح أنها ليلة 21، الله تعالى أعلم. نعم. باب الاعتكاف. يكفي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في من يصوم كل الأيام في أيام مصيبته، كأن يسجن، مستنداً إلى فعل الإمام أحمد رحمه الله يوم أن سجن حيث كان يصوم كل الأيام؟ وهل كان الإمام أحمد يفعل ذلك؟ ما أدري عن هل كان الإمام يفعل هذا، لكن إذا أصابته مصيبة وتضرع إلى الله، صلى ودعا أو صام ودعا، فهذا أقرب إلى الإجابة. إذا أصابته كربة وتضرع إلى الله جل وعلا وصام ودعا وهو صائم، أو صلى ودعا بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، هذا أقرب إلى الإجابة بلا شك. نعم. قبل أن أنسى، الليلة القادمة ليس فيها درس، الليلة القادمة ليلة الأربعاء ليس فيها درس، من أجل أن لا تتكلف الحضور، إن شاء الله يوم السبت. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: اشتمال الصم هل هو منهي عنه في الصلاة؟ هل هو إيش؟ يقول: اشتمال الصم هل هو منهي عنه في الصلاة أو عام؟ مكروه في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن في الصلاة أشد، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ولهذا يقول الفقهاء كما في متن الزاد: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يقوم بعض الشباب بالتواصي على صيام يوم معين كالاثنين والخميس، ويفطرون جميعا ويخرجون إلى البر ويقومون الليل في جماعة، فما حكم عملهم هذا؟ وقد دعوني معهم، فهل أخرج معهم؟ هذه بدع ومحدثات. صوم يوم الاثنين ويوم الخميس سنة، لكن من غير جماعة، من غير جماعة، من غير اتفاق، ومن غير خروج إلى البر أو إلى الاستراحة. هذه أمور قد تجر إلى أشياء محذورة، قد يكون هناك أناس عندهم أفكار خبيثة
ويريدون أن ينشروها بين الشباب، فيأتونهم من طريق العبادة، يأتونهم من طريق العبادة من أجل أن يتمكنوا من جمعهم وإلقاء الأفكار الضالة عليهم. يكفي أن هذا بدعة، حتى لو كان ما فيه أفكار يكفي أن هذا بدعة ولا يجوز. من أراد يصوم يصوم والحمد لله، ومن أراد يصلي الليل يصلي دون ارتباط بالآخرين واتفاق، هذا من البدع، وأخشى أن يكون وراءه شر، لأن الناس اليوم في وقت فتنة ودعاة الضلال كثيرون، ولا يقدرون يقولون للناس يدعونهم إلى الضلال مجاهرة، يأتونهم طريق العبادة طريق الخير ثم يدسون عليهم الشرور هذا، فاحذروا من هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من نام عن وتره ناسياً ثم لم يقضه بعد طلوع الشمس. من؟ يقول: من نام عن وتره، من نام عن وتره ناسياً. نعم. ثم لم يقضه بعد طلوع الشمس ناسياً، فهل يقضه الليلة الثانية؟ لا، وقت قضاء الوتر ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر، إلى زوال الشمس، ما يقضيه بعد الظهر ولا يقضيه بعد العصر ولا يقضيه في الليلة الثانية، انتهى وقت القضاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صيام الثلاثة أيام دليل على أنها الأيام البيض؟ وإذا لم يكن كذلك، ما دليل صيام الأيام البيض؟ هو صيام ثلاثة أيام هذا هو الأصل، فإذا جعلها أيام البيض فهو أفضل، وبأن يجعلها اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، التي يكون القمر في كل الليل موجوداً، سميت بيضاً لبيضاض لياليها بالقمر، فإذا جعل الثلاثة في هذه الأيام هو أفضل، وإن صامها في أول الشهر أو في آخره فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا موظف ويشق علي صيام النفل، وأخشى من التقصير في العمل، وقد أنشغل فلا أصوم الخميس، فهل لي أن أفرد الجمعة بصيام بهذه الحالة؟ إذا صمت الخميس والجمعة لا بأس، أما أنك تصوم الجمعة فقط هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يلاحظ من بعض الناس أن الذي يعمل بيده قد يتنقصونه، بينما داود عليه السلام نبي وملك ويعمل بيده. ما في شك أن العمل باليد طيب، العمل باليد طيب وهو أطيب الكسب، وهو كسب داود عليه السلام، فلا يتنقصه إلا إنسان جاهل. لكن الشباب اليوم ما هم مشتغلين لا بيديهم ولا بغير يديهم، يبون بوتهم يشغلون وينفقون عليهم، وهم يبي ينامون ويبي يفحطون بالشوارع ويبي يخرجون للبر ولهم متحركين بشيء ولا بعمل. هذه مصيبة أصابت المسلمين الآن، وإلا لو كان الشاب يشتغل ويعمل بيديه، يشتغل بالورشات بالمصانع بمحلات التجارة، يشتغل وينفق على نفسه وعلى والديه وعلى، لكان هذا هو الواجب. أما أنه يصبح مثل البنت ينفق عليه ولا يزين شيء، هذه مصيبة عظيمة. نعم. ويقولون حنا متعطلين، هذه عطالة، هذه عطالة، عطالة. نعم، أنت اللي عطلت نفسك. الأعمال كثيرة، الناس يجيبون من الخارج عمال، لماذا لا تكونون أنتم عمال؟ شرف لكم، هذا شرف لكم، ولو تعمل بقليل هو خير لك من العطالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يذهب أحدكم إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالعمل وإن كان قليلاً فيه بركة وفيه خير وفيه أجر، هو بلازم أنك يصير وزير ولا ما تشتغل، ما هو حاصل هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. نعم. هل فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ نعم، إذا جاء شرعنا بوفاقه فهو شرع لنا،
وإن جاء شرعنا بخلافه فهو منسوخ، وإنما الخلاف إذا لم يأتي شرعنا بنسخه ولا بموافقته في خلاف هل هو شرع لنا أو لا. نعم، وهذا من القسم الأول، مما جاء شرعنا بموافقته يكون شرعا لنا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل العشق ينافي محبة الله؟ وما هل إيش؟ هل العشق ينافي محبة الله وما حكمه؟ يا أخي، العشق هذا محبة طبيعية، محبة الله محبة عبادة، محبة عبادة عبودية، فلا تشابه بينهما، المحبة الطبيعية ومحبة العبودية. ولماذا تعشقون؟ العشق ما هو طيب، ما يجركم إلى شر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: غضوا أبصاركم علشان ما تعشقون ولا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو صارف التحريم؟ نعم. يقول: ما هو الصارف عن التحريم في أحاديث النهي عن صيام الجمعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوم يوما قبلها ويوما بعدها، هذا دليل على أن النهي للكراهة ليس للتحريم، حيث أباح صيامه مع غيره، ولو كان صومه محرما لم يجعل صوم يوم قبله أو يوم بعده مبيحا له. نعم. صوم يوم العيد ما قال صم يوم قبله أو يوم بعده، بل نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ما قال صم يوم قبله أو يوم بعده، هذا نهي للتحريم. أما لما قال صوم يوم قبله أو يوم بعده، هذا دليل على أنه للكراهة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لو صام من الشهر 15 يوما فهل يعتبر مثل صيام داود عليه السلام؟ لا، صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم، أما أنه يسرد أيام متتابعة هذا خلاف صيام داود. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الشباب يحفر قبرا داخل فناء منزله. نعم. يقول: بعض الشباب يحفر قبرا داخل فناء منزله حتى إذا رآه في دخوله وخروجه اتعظ بذلك، فهل هذا من التشدد؟ نعم، هذا من التكلف والتنطع، حفر القبر في البيت هذا من التكلف والتنطع، ما كان السلف يعملون هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حفر قبر في بيته وهو القدوة لأمته، ولكن المسلم يتذكر الموت، يتذكر الموت، قال صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، قال تذكروا، ما قال احفروا قبور، تذكروا بقلبك، تذكره بقلبك وتستحضره بقلبك ولا يغيب عن بالك، هذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نجمع بين قيام داود عليه السلام وأنه ينام آخر الليل وحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ الحديث هذا كان اللي ينام ولا يقوم، أما اللي يقوم ويصلي ثلث الليل وينام من أجل يستريح للقيام لصلاة الفجر، هذا أدرك السحر، أدرك نزول الرب سبحانه وتعالى، أدركه ونام من أجل أن يستعين بذلك على العبادة، فهو في عبادة، نومه عبادة، لأنه يريد به الاستعانة به على العبادة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من قالت له والدته: أفطر ولا تصم، فأبى ثم حلفت عليه وأطاعها، فهل يطيعها مرة أخرى عندما تحلف، علما أنها تخاف عليه من الضرر؟ أي نعم، يطيع أمه ويبر بيمينها، يبر بيمينها ولا يحنثها، هل أفضل له من الصيام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نصلي الضحى جماعة؟ لا، ما ورد هذا، ما تصلى الضحى جماعة، إنما يتصلى فرادى، أن هذا شيء لم يرد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا صلى العشاء ثم أتى بركعة، ثم أتى بركعتي السنة البعدية، فهل له أن يأتي بواحدة فقط وترا لصلاته، أم لا بد من ركعتين ثم يوتر بواحدة؟ إذا أوتر بواحدة يكفي، لكن أدنى الكمال أن يوتر بثلاث، هذا أدنى الكمال، المجزي ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث،
وأعلى الكمال 11 أو 13. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، تقول السائلة: أنا مدرسة وقلت لزميلاتي المدرسات إن نقلت من هذه المدرسة سوف أذبح ذبيحة، وأنا أقصد أن أرتاح من المديرة. ها؟ أنا أقصد، تقول: أنا مدرسة وقلت لزميلاتي المدرسات إن نقلت من هذه المدرسة سوف أذبح ذبيحة. نعم. وأنا أقصد أن أرتاح من المديرة. أنا أقصد أن أرتاح من المديرة. أي نعم. لأن مديرة المدرسة شديدة علينا. ثم نقلت من المدرسة أنا والمديرة، فهل في هذه الحالة يلزمني الذبح أم لا؟ يعني نقلت معك ما سلمت إذا، ما حصل المقصود. أما إن كانت نقلت إلى محل آخر هذا النذر المباح، إن شئت افعليه وإن شئت كفري عن يمينك، كفارة يمين مخيرة. نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليك. تقول السائلة: اشتريت 100 سهم من إحدى الشركات، ثم تبين لي بعد الأرباح أن هذه الشركة. نعم. يقول، تقول السائلة: اشتريت 100 سهم من إحدى الشركات، ثم تبين لي بعد الأرباح أن هذه الشركة أصلها مباح ولكنها ربوية. والسؤال هو: بعدما علمت أنها ربوية لما استلم الأرباح، فماذا أفعل الآن بالأرباح وبالأسهم؟ كان سألتي من قبل، الإنسان يسأل عن الشيء من قبل، أما بعد ما يتورط يروح يسأل هذا صعب. والأسهم فيها اشتباه وفيها جهالة، فيها غرر، فيها أمور كثيرة. اللي يريد أنه يكتسب ويبيع ويشري يبيع بالسلع الواضحة اللي ما فيها أشكال، هذا أبرأ لذمته وأحسن. وما دمت حصل هذا، أو دمت إن كانه ذكر حصل هذا، تتوب، يتوب إلى الله عز وجل، وما قبضه من الربا يتخلص منه بأن يعطيه لمحتاجين، يتخلص منه، وما لم يقبضه يتركه، ما لم يقبضه يتركه، يأخذ رأس ماله فقط. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت باعت الأسهم بمكسب تأخذ رأس مالها والباقي تتخلص منه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحد المحاضرين في مدينة الرياض زعم أن هؤلاء الخوارج، ارفع يختلط صوتك، ابعد عنه. نعم. صلى الله عليه. يقول: أحد المحاضرين في مدينة الرياض زعم أن هؤلاء الخوارج ليسوا خوارج، ولكنهم أرادوا طريق الخير والشهادة في سبيل الله وأرادوا دخول الجنة. هذا من الذين يتكلمون بغير علم. هؤلاء خوارج وأشد من الخوارج. خوارج لأنهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر وشقوا عصا الطاعة، هم خوارج بلا شك. خوارج لأنهم استحلوا دماء المسلمين، وهذا مذهب الخوارج، فهم خوارج لأنهم شقوا عصا الطاعة، وخوارج لأنهم استحلوا دماء المسلمين، وأشد من الخوارج لأنهم أفسدوا في الأرض. الخوارج ما يهدمون المساكن ولا يهدمون المباني ولا يقتلون النساء والأطفال، ما ذكر هذا عن الخوارج. فهم أشد جريمة من الخوارج والعياذ بالله. مبدأهم مبدأ الخوارج، لكن أفعالهم زادت عن أفعال الخوارج. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.